It's got to go right to the bottom. I hope there's enough line on that rod. Oh yeah, there is a lot. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بسام عيد. طبعا الحين الساعة 8:30، رايحين الحين بحيرة تبعد من هنا تقريبا ساعتين عليها. طبعا البحيرة هذه بحيرة متجمدة من البرد، رايح قبل عمي أنا الحين، راح أعلمكم يعني وريكم أجواء كندا وكيف الصيد فيها في الثلج والدنيا هذه كلها هنا. بس قبل كذا لا تنسون تسوون اشتراك حق القناة وتفعلون زر التنبيهات، تعطونا كومنتات ولايكات. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrows in your brain. They never drilled in here. No? No. Let me see this one. You're not supposed to drill in the same hole all the time. Yeah. You're ice fishing, eh? Because you can actually jam the auger. Let's do this last one here. This one here, did they do anything in here? I don't think so. Like, oh, maybe. Yeah. Good. Yeah. Good. Now I just had to. How many are we throwing in though? We can have 8 rods going. 8? Yes. 2 each. Okay. زي ما تشوفون. الحين هذا يسمون الشاك زي الخيمة الصغيرة كده. حفرنا هنا كم 3. هذا واحد هنا 2. برا جبتي نحفر. Hey. It's like that's a crack. Oh yeah, that's a crack. Like no, all the way here. طيب الحين شو نسوي؟ الحين هنا نجي داخل الخيمة. عندنا ذو زي الملسات زي يقولون سكوبس. فبنطلع الثلج. هذا لازم نطلع على طول اليوم. كل كذا. جيب الثلج. دقيقة بس. كبه هنا. عشان الصيد يكون كويس زي ما تقول. والله برد. احنا طبعا الحين بنص البحيرة زي ما تشوفون، زياراتنا داخل، في شيء داخل هنا. طيب انا بما اني الحين جالس اسوي ده، خلي زوجتي تطلع الحين توريكم كيف عمي يقط يحط السنارات حق يجهزهم حق الصيد وهذه الاشياء. فمعليش اعذرونا على على السنسين اللي بتطلع هنا برد والله. فالحين زوجتي بتروح وتوريكم ان شاء الله. طيب اليوم زي ما تقولون ما في صيد. هذا حنا نمشي بنص البحيرة الحين، فراجعين الحين
شاء الله تطعيس هنا كأنك في البر. طيب زي ما قلت راجعين حنا الحين إن شاء الله، وأسبوع الجاي إن شاء الله بنرجع مرة ثانية، بس بنروح لوكيشن ثاني أحسن من ذا، لأن ذا زي ما تقولون الشاك مثبت هنا عند أخو عمي، فعشان كذا جناه. بس عمي عنده واحد يعني، قال خلنا نستخدم ذا اليوم ونشوف، لأننا من أول ما جينا كذا قال ترى ما أتوقع إن راح نصيد شيء اليوم، بس قلت يلا خلنا نجرب بس كذا، نعطيها تجربة سريعة وشوف شو الوضع. بس إن شاء الله إن أسبوع الجاي إن يعني راح نرجع بس لوكيشن ثاني، وبصور لكم إن شاء الله. فلا تنسون تسوون اشتراك حق القناة وتفعلون زر التنبيهات وتعطونا لايكات. نرجع الحين البيت عند عمي كذا نطبخ لنا شيء، ضبط وضعنا بعدين نمشي إن شاء الله. يلا الله يعين إحنا على الرفع، إن شاء الله ما نعلق هنا في الثلج. أوكي. يلا يلا موت السيارة تمشي. الحمد لله طلعنا منها. طيب زي ما تشوفون الجبال الحين هنا، وجبال تلال زي ما تقول، ما عندنا جبال هنا. يا البرد يا البرد، والله هوا قوي.